هذا سائل يقول: نويت السفر لجدة للسياحة ثم للعمرة، فهل أحرم من جدة أم يجب إحرامي من الميقات؟ إذا كنت ناويا العمرة من بلدك يوم تقدم يجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر به في طريقك، ولا تؤجل إلى جدة. الميقات الذي تمر به في طريقك يجب عليك الإحرام منه بالعمرة. أما إذا ما نويت العمرة إلا في جدة تحرم من جدة، أما إذا كنت ناويها من بلدك فلا بد أن تحرم من الميقات الذي مررت به، سواء مررت به مع الأرض أو مع الجو، أو حاذيته يمنة أو يسرة في البر أو في البحر، لا تتعداه إلا وأنت محرم. نعم.